تحدى واحد من الملحدين الذين لا يؤمنون بالله علماء المسلمين في أحد البلاد، فاختاروا أفكاهم ليرد عليه، وحددوا لذلك موعداً. وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم، لكنه تأخر. فقال الملحد للحاضرين: لقد هرب عالمكم وخاف، لأنه علم أني سأنتصر عليه وأثبت لكم أن الكون ليس له إله. وأثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن تأخره، ثم قال: وأنا في الطريق إلى هنا لم أجد قارباً أعبر به النهر، وانتظرت على الشاطئ، وفجأة ظهرت في النهر لواح من الخشب، وتجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قارباً، ثم اقترب القارب مني فركته وجئت إليكم. فقال الملحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع الخشب ويصبح قارباً دون أن يصنعه أحد؟ وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟ فتبسم العالم وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟